كما ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى. أهلا بك سيد الكريم. إذن المتابع لهذا التقرير وهذا التحقيق الإعلامي الفرنسي يجد بأن هناك أدلة قانونية دامقة تؤكد حقوق تاريخية لمملكة البحرين، هذا ما أشار إليه هذا التقرير، ما تعليقك حول ذلك سيد الكريم؟ مساء الخير، وطبعا انتهز هذه الفرصة لمسي بالخير عليكم وعلى السيدات والسادة المشاهدين. بداية أود أمانة أشيد بالرد الحصيف لسعادة وزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، والذي جاء كما تعودنا نحن في مملكة البحرين من وزارة الخارجية أن تكون دائما ردودها معبرة عن السياسة الخارجية الحكيمة لمملكة البحرين، والتي دائما تستلهم رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية من حكمة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه. تلك السياسة الخارجية التي حققت لمملكة البحرين وما تزال مكانة دولية متميزة باعتبار البحرين شريك أساسي في عملية الاستقرار وكذلك في نشر أطر السلام والأمن الدوليين. ولعل ما أهم يعني أتصور ما تعلمناه جميعا من سيدي حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه عبر مشروع الإصلاح الرائد، أن ذلك النهج الحكيم دائما ما يعمل التسامح ودائما ما يعطي الفرصة بعد الأخرى، ودائما ما يكون الرد من مملكة البحرين حتى على من أخطأ يكون الرد دائما بالمعروف، وذلك طبعا حفاظا على حسن الجوار وتغليبا للمصلحة الإقليمية والدولية، لأن البحرين دائما ترسخ العدل وترسخ السلام، وذلك هو ديدا سيدي صاحب الجلالة وهو ديدا القادة الحقيقيين والقادة الكبار. بالعودة إلى سؤالك، طبعا سعادة وزير الخارجية بيّن في رده عدة نقاط هامة ومحورية في تصوري، من أهمها أن وزارة الخارجية تتابع ما ورد في المقال من حجج ومن أسانيد قانونية تستقيم مع مبادئ القانون الدولي، وأن مملكة البحرين يعني تعتبر بأن هذه أو تعتبر بأن هذه الحجج هي محل بحث ودراسة. أتصور أن في هذا الرد، في هذه الجزئية من الرد يعني وفي عجالة، إشارة واضحة إلى قانون البحار أو ما نطلق عليه في القانون الدولي The Law of the Sea، وهو كما نعلم جميعا مجموعة من القواعد القانونية والعرفية أو مجموعة من الاتفاقيات التي تنظم وضع البحار، بمعنى هذه البحار لها أجزاء لها تفرعات، لا يعني هناك مياه إقليمية، هناك مناطق متاخمة، هناك مناطق اقتصادية خالصة، هناك جرف قاري، هناك بحر عام وغير ذلك. معالي أو سعادة وزير الخارجية بيّن في رده بأن البحرين تتابع ولكن بالاعتماد على المبادئ القانون الدولي. كذلك وزير الخارجية أو سعادة وزير الخارجية بيّن في رده أن مملكة البحرين تحترم قرارات الشرعية الدولية وتحترم كذلك حكم محكمة العدل الدولية، وذلك دون إخلال بالحقوق التاريخية والقوانين الثابتة لمملكة البحرين واستنادا لمبدأ عدم المساس بالحدود المورثة. وفي اعتقادي لأن ثلاث نقاط هذه، نقطة الحقوق التاريخية ونقطة القوانين الثابتة لمملكة البحرين واستناد ذلك على مبدأ عدم المساس بالحدود المورثة، خاصة إشارة يعني بشكل واضح إلى المرسوم رقم 8 لعام 1993 بشأن البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة، يعني يؤكد بأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة قد حددها ليس فقط القانون البحريني ولكن حددها القانون الدولي. كما نعلم هناك اتفاقية تعتبر يعني أكبر أو أهم اتفاقية تحدد الحدود الإقليمية لكل دولة، هذه الاتفاقية اسمها اتفاقية قانون البحار، تم إصدارها ويعني دخولها حيز النفاذ في عام 1982. مملكة البحرين ودولة قطر ومعظم دول العالم أطراف في هذه الاتفاقية. هذه الاتفاقية يعني أود أن أبين موضوع مهم، حددت ما هو البحر الإقليمي تحديدا في الجزء الثاني منها، قالت بأن سيادة أي دولة سواء كانت هذه الدولة دولة ساحلية أو كانت يعني دولة أرخبيلية كما هو الحال في مملكة البحرين، لها الحق في أن تمارس سيادتها على البحر الإقليمي. ثم أتت نفس الاتفاقية وبينت ما هي حدود ذلك البحر الإقليمي، بمعنى هي ذكرت بأن البحر الإقليمي له عرض معين وهذا وله مسافة معينة، وهذه المسافة يجب أن تكون 12 ميل بحري يعني مقسمة أو تقاس من خطوط الأساس. ثم حددت كذلك هذه الاتفاقية بأن خط الأساس هو المنطقة التي تحسب منها أو يحسب منها البحر الإقليمي، بمعنى هناك بحر داخلي وهناك بحر إقليمي. البحر الإقليمي إذا عدنا إلى هذه الاتفاقية وإذا عدنا إلى القانون البحريني،
المرسوم رقم 8 لعام 1993 راح نجد بأن هناك تطابق في احتساب هذا البحر الإقليمي، بمعنى أن هذه الاتفاقية والقانون البحريني قد حدد بشكل واضح وبشكل جازم حدود مملكة البحرين الإقليمية. كذلك أود أن أذكر هنا بأن هناك حالات معينة كما هو الحال في مملكة البحرين، هناك على سبيل المثال حدود أو حدود بحرية، أو هناك بحر إقليمي بين دولتين يكون يعني في سواحل متقابلة أو متلاصقة. المادة 15 من نفس الاتفاقية بيّنت ماذا يتم إذا كانت هذه المسافة أقل من المسافة التي فرضت الاتفاقية. وفي هذه الحالة أود أن أعود كذلك إلى ما ذكره سعادة وزير الخارجية في أن ذلك الأمر يحدد وفق القوانين ووفق الحقوق التاريخية ومبدأ المساس بالحدود المورثة. المادة 15 في عجالة بيّنت بأن ذلك يحتسب بناء على ذلك الأمر وبناء على السندات التاريخية والظروف الخاصة. يعني أود هنا أن أوجز إذا أذنت لي في عجالة بأن رد سعادة وزير الخارجية أكد كذلك على أهمية حل وتسوية الخلافات الحدودية بين الدول الأعضاء، وأشار كذلك إلى قمة العلا وإلى بيانها وإلى استعداد البحرين للجلوس على طاولة المفاوضات لكي تتفاوض، ولكن نعلم بأن قطر تمتنع عن ذلك. وأعتقد من أهم النقاط التي تمتنع قطر بموجبها عن الجلوس هو معرفتها بأن القانون الدولي واضح جدا في اشتراطاته وفي تحديد حدود البحرين الإقليمية، وبالتالي هي لا تريد ذلك لأنها تعرف بأنها تخرق القانون الدولي. نعم، أنت تؤكد على ضرورة الرجوع إلى القوانين الدولية في حل أي مسائل ما بين يعني البلدين. شكرا لك سعادة السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.